نروح لأمريكا. عمركم شفتوا توأم يعني التوائم اتنين توأم اهو اقصى مده ما بينهم قد ايه مثلا؟ مده يعني ما بين الاول والتاني مثلا بينهم دقيقه او دقيقتين وكده؟ ربع ساعه، خمس دقايق. لا ربع ساعه ده كتير قوي. اقصى هي اقصى حاجه ربع ساعه. طيب شفتوا توأم ما بينهم سنه؟ لا ازاي يعني سنه 12 شهر معايا في الخبر ده 12 شهر مش متاكد من الخبر ده ولا يكون خبر مضروب؟ قولي. طب قولي 9 شهور هقول لك ايه. قولي 9 شهور افهمك. قولي 7 افهمك. يعني واحد مولود 2021 والتاني مولود 2022. ايوه عرفت. عرفت. واحد مولود الساعة 12 بالليل، الربع 12 الا 5 والتاني 12. ده بس حلوه زي تخيلي لقطه في امريكا وبعدين بس هما يقدروا يخلوهم مع بعض. ألفريد وأنطونيو كمان؟ لا هما خلوهم سنة وسنة عادي في تاريخ في شهادة الميلاد. والدكتورة اللي ولدت فقالت والله أنا ما كنتش قصدي خالص، وهم نصيبهم كده وسابوهم. لا يبقى ده 2021 وده 31 ديسمبر 21 1 يناير 22. وده في عام دراسي وده في عام دراسي تاني. تخيلي. بس خبر لقطة لطيف برضو. لقطة دي لقطة غريبة لطيف يعني. لذيذة ده الخبر. حلو حلو حلو, حلو. طب نخلص هنا نصلح بيه الأخطاء اللي احنا قلناها. والله يعني الحياة برافو. احنا هنطلع بالطيارة بس احنا الثلاثة ان شاء الله، مش واحد بس. ايه ان شاء الله هنطلع دلوقتي بطيارة. نروح بيتنا بطيارة. نروح بيتنا سلام. ثلاثة مش واحد بس.